الصالحين الذين هم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في فيديو جديد تاني على قناتكم قناة سكاي تويتس. الحلقة اللي معانا النهاردة بالنسبة للجنة التحكيم هي الحلقة الأكثر متعة وتألق، خاصة للدكتور حامد شاكر نجاد، لأنه في الأصل بيعشق تقليد الشيخ مصطفى إسماعيل، والمتسابق اللي معانا النهاردة جاي أصلا يقلد الشيخ مصطفى إسماعيل. فالقارئ حامد شاكر نجاد يسكت؟ لا طبعا. فقامت منافسة بينهم وبين بعض دارت لمدة 7 دقايق أو 8 دقايق بالكتير، من أول سورة الحاقة إلى الآية رقم 4. جابوا الآية بكل ما فيها من نغم تتوقعه وما لم تتوقع، وتنقل رهيب بين المقامات، مقام النهواند ومقام الرص، بين القارئ حامد شاكر نجاد والمتسابق الذي شارك معهم في هذه الحلقة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحاقة ما بسم الله الرحمن الرحيم. الحاقة بسم الله الرحمن الرحيم. الحاقة الله الحاقة وما أدريك ما الحاقة
وما لم تكن مطابقة وأتى بالجواب يعني حقي آخر الجواب لم تكن مطابقة الله أما تاني جزء معانا النهاردة في الحلقة زي ما تعودنا منهم في نهاية كل حلقة تتنافس لجنة التحكيم مع بعض في آية أو آيتين كده على الماشي. تنافس المرة دي بين الدكتور حامد شاكر نجاد والسيد حسنين الحلو والأستاذ أحمد أبو القاسمي. ولا يحب على هم عن صلاتهم ساهون.